حاجه ننظموا ليكيليبر هرمونال، نعطيو ان تريتمون من نوع يا اما من الاول ان بيلول فيها الاستروجين والبروجستيرون باش تعمل ليكيليبر شويه وتنقص من كل الهاش اللي طالعه جايه من فوق. هذه تقدم في شكل شنو؟ في حربوشه بيلول كي نتاع منحب مره واحده ولا نعطيو عده اشهر باش نطيحوا للهاش، ولا نعطيو ان تريتمون بروجستاتيف نوع نتاع حربوشه فيها البروجستيرون، نعطيوها في الدوزيام بارتي دو سيكل في الفتره الثانيه نتاع العاده الشهريه باش زاده تهدينا الدفعة اللي جاي من المخ نتاع الهاش ويرجع المبيض يقول نحن يترخف ويعطي اكثر بويضات عاديه في الحجم نتاعها وتنجم تنقص. وهذا سي افيكاس بيان سور، سي افيكاس في حد معين، في حد معين كيف ما يكفيش نعملوا عمليه تنشيط، عمليه تنشيطيه البويضات يا اما بالحبوب تنشيط اما بالابر، مع العلم ان فما خاصيه كبيره المبيض هذا اللي فيه برشا بويضات كانوا كي نشطوا لازم نكونوا حذرين جدا. بمعنى ان كي نشطوا وهو فماشي حباله ينفوا نشط النجم يعمل لنا هيجان كبير.